مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من داخل محافظة بورسعيد وبنطاق حي العرب في المحافظة ومن أمام مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد. هنكون معاكم في تغطية مباشرة خلال دقائق للتعرف على التفاصيل الكاملة لواقعة دفن شاب مكان آخر في محافظة بورسعيد والتي شهدت ملابسات عديدة هنا داخل المحافظة. يعني بدأت الواقعة منذ وقوع حادثتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. حادثة تخص الشاب محمد سامي وهو من محافظة بورسعيد، وقعت في أحد أكبر الشوارع بالمحافظة وتوفي الشاب فور وقوع الحادث، وحادثة أخرى لشاب آخر يدعى العربي من المطرية بمحافظة الدقهلية. وقعت الوقعتين وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المبرى ووضعت الجثتين في مشرحة مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد وتم استلامها عن طريق الأمن الذي أدخل الجثتين إلى المشرحة. ثم بعد ذلك ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور يتم استدعاء الأهل والأقارب للتعرف على جثة زويهم. حضر والد الشاب محمد سامي ابن محافظة بورسعيد إلى المشرحة وتعرف على جثة نجله وتوافق ذلك يعني من الجسد الموافق للجثتين بالإضافة إلى يعني خاتم شبيه في ملابس كل في يد كل متوفي من الشابين المتوفيين، بالإضافة إلى أن الشابين أيضا يرتديان قميص في ملابسهم. ونظرا لوقوع الحادث وانتشار الدم تشوهت إحدى الجثث والخاصة بالشاب من مدينة المطرية، فحينما يعني في حالة من الحزن وسيطرت على الأهل فدخل وتعرف على الجثة أنها جثة لزويهم لابنهم محمد سامي، وقاموا بالإجراءات وقام عمه بتغسيل الجثمان ونظره الأقارب اللي كانوا مجتمعين أمام مشرحة مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد، وتوجه اليوم لدفن الجثمان. وحين الصلاة عليه في المسجد اكتشف الأمر إدارة المستشفى وأحد أفراد الأمن الذي قام بإدخال إحدى الجسامين إلى المشرحة، وكان يعني زي ما الدكتور محمد الكيكي يعني اتكلم معانا في تصريحاته هو مدير المستشفى، كان فرد الامن معلم احدى الجثث كانت يعني داخله بشراب معين وشكل الشراب كان في اذهانه، فعلق شكل الشراب في اذهانه وبدا يعني التعرف عليه وقال ان دي جثه محمد سامي، هي دي اللي موجوده والجثمان اللي بيتم دفنه مش جثه محمد سامي. فبدا تحرك للأهل أحد الأقارب وتحرك إلى الأهل في المسجد وقام بإبلاغهم، ولكن يعني حالة الحزن المسيطرة عليهم يعني حالة إن هم يلقوا لي بال ويعني يهتموا بكلام فرد الأمن. ثم عاد فرد الأمن للمستشفى مرة أخرى وأبلغهم، فتوجه إليهم في المقابر عدد من أفراد أمن المستشفى لإبلاغهم بأن الجثمان الذي يتم دفنه هو غير الجثمان الخاص بذويهم الشاب محمد سامي. وبالفعل يعني توجه
إليهم عدد من أفراد الأمن وقاموا بإبلاغهم إلى أنهم أيضا لم يستجيبوا وكان تم الدفن. فيعني اهتم بالكلام أحد الأقارب وجاء لي يعاين الجثمان اللي موجود داخل مشرحة مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد وتعرف بالفعل على الشاب محمد سامي ولكن كان قد تم الدفن. فحررت إدارة المستشفى المبرى برئاسة الدكتور محمد الكيكي مدير المستشفى فعلا حررت محضر وقامت إدارة المستشفى بإبلاغ الجهات الأمنية المنوطة بذلك في محافظة بورسعيد وبالفعل تم تحرير محضر وتحركه إلى النيابة العامة. وإلى الآن الأسرتين للشابين موجودين داخل النيابة العامة في انتظار القرار باستخراج الجثمان من عدمه ودفن أيضا الجثمان الآخر الخاص بشاب من المطرية. هذه يعني حادثة فريدة لم تحدث بمحافظة بورسعيد، يتم استبدال شاب مكان آخر ودفنه في المقابر، ولكن طبعا الحزن يخيم على أهالي الأسرتين للشابين طارة لفقدان هذين الشابين في حادثين أو حادثتين مختلفتين، ده بالإضافة كمان لطبعا حالة التوتر اللي بتصيبهم الآن من دفن آخر في مدافن غير خاصة به. والشاب محمد سامي مازال في مشرحة مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد في انتظار قرار النيابة الخاص بعملية الدفن واستخراج التصريح الخاصة بعملية الدفن وأيضا استخراج الجثمان من عدمه داخل مقبرة أهل الشاب محمد سامي في محافظة بورسعيد. كانت هذه كل التفاصيل التي تمت روايتها من الدكتور محمد الكيكي مدير مستشفى المبرى بمحافظة بورسعيد حول هذه الوقعة وحول ما أثير حول من هذه الوقعة. وكمان اللي يعني أكدوا أن إدارة المستشفى ليس لها يد في ذلك من قريب أو من بعيد، فتلك هي الإجراءات القانونية التي تتم عن طريق الأمن والأهالي بالتعرف على الجثمان الخاص بهم. وبالفعل يعني في حالة التعرف أمام مفتش الصحة على جثمان الشاب الخاص بهم قاموا بالتعرف عليه، وبالفعل تمت بقى الإجراءات ما بعد ذلك من غسل وتكفين وتم وقام عم الشاب محمد سامي بتغسيله وتكفينه ونظره الأقارب هنا في محافظة بورسعيد وقاموا بإجراءات الدفن كما هو متبع ولم ينتبهوا إلى فرض الأمن الذي وجههم بأن الجثة أو الجثمان الذي يتم دفنه غير خاص بهم وخاص بأحد الشباب الآخرين. كانت تلك هي التفاصيل الكاملة للوقعة التي حدثت بمحافظة بورسعيد ودفن شاب مكان آخر داخل مقابر محافظة بورسعيد. بنشكر حضراتكم على المتابعة، كان معكم محمد عزام مراسل اليوم السابع بمحافظة بورسعيد.